في كريم معانا كابتن وائل جمعه المدير الكره او مدير منتخبنا الوطني. مرحبا كابتن وائل، بقول لك من مبروك على الجائزه. اهلا بيك يا مكرم. يعني كان الراجل طبعا اتقدم النهارده وتقدم بصوره كويسه، والراجل استقبال يليق باسم منتخب مصر واهتمام اعلامي كبير، مدرب تاريخه يعني يستحق ان احنا نتعامل معاه بالشكل ده. فيعني الراجل ان شاء الله يبقى اضافه كبيره جدا للكره المصريه ولمنتخب مصر، ويوصل مصر لكاس العالم قطر 2022 ان شاء الله. الاهلي والاهلي هيلعب الفتره الجايه، وبرده بيراميدز هيلعب الفتره الجايه، والزمالك مش هيلعب. هل ده ياثر على اختيارات المنتخب؟ يعني في مباريات هتتلعب، والعناصر اللي موجوده في المنتخب اكيد معروفه، وده جزء فني لسه سابق الاعوان. وانا بتسالتني على اللي حصل النهارده، انما ان شاء الله الراجل بيشوف مباريات، بيشوف المباريات الفتره اللي فاتت، وهياخد فكره عن كل اللعيبه ان شاء الله، وقبل ما يعلن الاسماء يكون مستقر على الناس اللي هتبقى معايا. ملف المحترفين كان ملف خطير جدا لمنتخبنا الوطني الفتره اللي فاتت ده، كابتن وائل هتتعامل معاه ازاي الفتره الجايه؟ احنا لسه يعني ما لحقناش، فيعني ان شاء الله بنجتهد ان احنا كل حاجه تبقى في مكانها وفي ميعادها، وزي ما قلت عندنا هدف واحد كلنا، هو المنتخب يبقى في كاس العالم. الامور الخاصه باللعيبه والحاجات دي بنجمعها واحده واحده. افهم من كلام حضرتك ان ممكن لو مشكله بسيطه حصلت زي مشكله مصطفى محمد ممكن يتم تدارك الموقف عشان المنتخب الفتره اللي جايه؟ احنا مش عايزين نخش في المشاكل طبعا، احنا هنخطر بس الامور باذن الله، وكل حاجه هتبقى في ميعادها. استعداد مباراه ليبيا بقى ان شاء الله. خلاص اتفقنا على بدايه المعسكر يوم 28، وفي مباراه وديه، وباذن الله بعد كده هناخد يوم اجازه والمعسكر مباراه ليبيا يبدا ان شاء الله. في جلسه دلوقتي هنعمل مع معالي وزير الشباب والرياضه، عايزين نعرف اذاعه الجلسه او حتى رتوش عن الجلسه. انا ما اعرفش والله، لسه رايح دلوقتي. يعني لسه ده اوردر. انا رايح لسه للمقابله دلوقتي. هل كان مترتب المقابله دي ولا جت مرصوص؟ ما عنديش فكره والله، الباشمهندس احمد كلمني دلوقتي، فانا رايح حالا دلوقتي اشوف ايه اللي هيترتب، وما عنديش فكره عن ايه اللي بيحصل فيها. يعني اخيرا، ايه الفرق ان تكون مدير كره منتخب مصر ومدير كره النادي الاهلي؟ جوال جمعه، يعني انا احنا في النهايه بنخدم المكان، ونتمنى ان احنا نبقى قد المسؤوليه اللي علينا. و يعني انا دلوقتي في كارير جديد وفي مهمه جديده، اتمنى ان التوفيق ان شاء الله فيها والنجاح فيها، واعمل المطلوب مني فيها ان شاء الله. شايف المسؤوليه كبيره يا كابتن؟ يعني انت شايف ايه؟ انت لا، انت اللي تقولك. لا طبعا مسؤوليه، طبعا انت تبقى مسؤول عن منتخب مصر، دي حاجه كبيره جدا وشرف وفخر كبير جدا، فاتمنى ان ربنا يعيني وابقى قد المسؤوليه ان شاء الله. شكرا شكرا ربنا يخليك.